بهدف الحفاظ على البيئة ونشر الرقعة الخضراء في كافة مناطق مدينة الشارقة والاهتمام بالزراعة لما لها من أبعاد بيئية وجمالية تنعكس إيجابياً على جودة الحياة والبيئة في الإمارة الباسمة، أطلقت بلدية مدينة الشارقة مبادرة بلا ورق استعداداً لتحولها لبلدية بلا ورق في نهاية العام الجاري. كان هناك مبادرة من فريق العمل أن يزرع مكان كل آلة طباعة أو برينتر كما تسمى شتلة أو زرعة منتجة. فالحمد لله اليوم إحنا مع قيادات البلدية وإحنا أيضا في نفس الوقت يعني ماخذين كل المحاذير ومتبعين كل الإرشادات الوقائية، بدينا في زراعة الشتلات الحمد لله اليوم، وراح يكون إن شاء الله هناك أيضا مكان هذه الآلات الطابعة، أيضا في كل مكتب راح يكون أيضا نبتة مكتبية أو نبتات ظل اللي تكون موجودة في المكاتب، وبإذن الله راح تستكمل إن شاء الله هذه. طبعا عملناها على مراحل، المرحلة الأولى الآن اللي هي 254 شتلة أو زرعة مع مقابل 254 آلة طباعة. مبادرة بلا ورق جاءت للاستغناء الكامل عن الورق في كل معاملات البلدية سواء الداخلية أو الخاصة بالمتعاملين، وبدأت البلدية بتنفيذ المبادرة تحت شعار لبلدية مستدامة بهدف تخدير المساحات الزراعية لتعويض قطع الأشجار في العالم لصناعة الورق. تعتبر مبادرة بيئية لزيادة نسبة الأكسجين، وطبعاً لهذه المبادرة ميزة مميزة هي ذكرى للبلدية باستبدال الطابعات بشجر يسهم في البيئة والبيئة المحيطة، وهذا الشجر إن شاء الله حالياً بيكون في المشتل كبداية المرحلة الأولى، ومن ثم سينتشر في مواقع ثانية في الحدائق وبيكون مرقمات على حسب المبادرة اللي أطلقتها بلدية مدينة الشارقة. بلدية مدينة الشارقة تسعى لتوفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة تساهم في تحسين مؤشر جودة الهواء ومؤشر الخدمات الذكية والرقمية وزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة.